ان انت ما تاخد 3 نقاط يعني انت عديت المانش يعني، حتى لو خدت نقطه لسه بدري على الدوري وتعوض، وكل الفرق هتعوض وهتخسر وتكسب وتخسر وتكسب، لسه بدري، المنافسه لسه طويله، ده احنا الاسبوع الثامن من 34 جوله لسه بدري، وكاس والاهلي عنده كاس عالم وافريقيا، والزمالك عنده افريقيا وعنده يعني في ماتشات كتيره جدا هتتلعب. بس انا بتكلم الثلاثه بونت من الجانب النفسي اللي كان هيخش النادي الاهلي. الغريب بقى ان الراجل كولر عنده يعني، يا ريت يعني لو كان سوارش انا كنت قمت سبت الاستوديو ده وبطلت شغل خلاص، كنت قلت لو الاهلي بقى اصر على استمراره كنت قلت بقى انا يا انا فاهم غلط، يا انا بطل صحافي، انت تبطل تصوير. عارفين النابلسي ومحمود المليجي في الفيلم بتاع يوم من عمري، يا انا بطل صحافه يا انت تبطل تصوير، كان رئيس تحريره المليجي، فالنابلسي قال له لا انا مش هبطل تصوير، بيصور السقف، جنن الراجل، فهيبقى اتجننت لو سوارش بصراحه. انما الراجل عنده بدليل انه اول 4 5 ماتشات وخد كاس السوبر الاهلي فنيا في ناحيه تانية. انما ايه الغطس ده وباسباب واضحه يعني، عارف لو لا قدر الله في 5 6 اصابات يعني، الزمالك عنده 5 6 7 اصابات 8 اصابات، فتقول يعني محمود نبيل عماد دونجا مصاب، وابراهيم انا ضايم مصاب، وسامسون مصاب، مش فتوح كان مصاب، والونش مصاب يعني، فما تيجي تتكلم عن فيريرا بتقول بيضطر يلعب بالطريقه دي، لا الفرقه وحشه اصل عنده معرفش ايه، ماشي ادي احنا بنديله اعذار، لكن ما عندوش اعذار كولر لسببين، عنده فرقه لعيبه كتير كويسه جدا، وعلى فكره رغم ان الاهلي ما عملش يعني انتقالات جامده في الصيف، بس عنده سكواد قوي جدا بصراحه يعني، ولاعيبه جامده جدا، وهو عنده النو هاو يعني، شفناه مع في بدايه الموسم تركيز عالي ما بقاش موجود دلوقتي، اللياقه عاليه، انسجام، اداء فني في الملعب، شكل للفرقه، عارف الفرقه كده راسها فين ورجليها فين وهجماتها ايه وطرق لعبها ايه، انما احنا كده ما فيش، فهو عنده النو هاو، عنده الاخ كولر، فبالتالي لازم يكون في وقفه مع نفسه، والمؤتمر الصحفي كل ما يقال من تبريرات في المؤتمر الصحفي انا شايفه مش منطقي، وده جرس انذار للاهلي. عندك كاس عالم للانديه الفتره اللي جايه، محتاج الرجل يثبت التشكيل ويركز وما يحط ملش حسابات للعيبه، مليل وبوز يلو 60 بوز، الله، وفي مدرب بيعمل كده اللي يلو بوزه يلو قصاده 60 بوز، اديله على دماغه اللي يلو بوزه، ده شغل مش مجامله. والاهلي محتاج صفقات في يناير، احنا قاعدين نقول رعاياته وانشاءاته ملياراته ملياراته ملياراته، والكلام ده على ارض الواقع حقيقي، وميزانيه الاهلي فوق 3 مليار، لازم في صفقات في يناير تليق بقى بحاجتين باسم الاهلي يعني، حتى الان سافيو ما لسه ما حسيناش انه اللعيب المؤثر يعني، انت ساعات بتقول هو ولا قفشه، وساعات كفت قفشه كتير بالطب على سافيو، فانت محتاج صفقات قويه في يناير سواء على المستوى المحلي او على المستوى الخارجي، والكلام ده مبقاش فيه هزار، حاجه تليق بقى باسم الاهلي، والاهلي انشاءات ومنشات وفروع ومليارات وفلوس وكل حاجه هايل جدا، بس الايمج بتاع الاهلي والقيمه الضخمه اللي ضاربه في السماء دي والاسطوره الخطيب وكل الكلام ده من الكوره، من الكوره، فلازم الكوره تاخد حق اكبر من كده في ضم لاعبين اسماء كبيره، اسم كبير مفيد ما تجيبه، عندك فيرود زي فينسنت ابو بكر الناصر السعودي، امبارح كنت بقول خبر ان في وكلاء عرضوه على الزمالك بس مرتبه 3 مليون دولار، هاته، مش معاك مليارات، مش معاك مليارات، انا بتكلم بجد، بس على الاقل بدل ما ادفع 1.5 مليون دولار لواحد مش منتج، لا ده ندفع 2 أو 3 لواحد منتج ومفيد، فرود اللي هو الكره تجيله دب على طول، مش يا معافر بتاعت شيرين، ده يا معافر، ده طول الماتش يا معافر، عارف انت يا معافر اسمها الاغنيه يا جماعه؟ اسمها يا معافر؟ كانت بتقول ايه شيرين؟ والله يا معافر، لما كنت يعني اجي حلقه كده سخنان شويه كنت اسمع يا معافر عشان اجي اضرب اي حد. طيب عموما ده كان الاهلي في مباراه النهارده. نطلع فاصل وبعدين ارجع تاني اتكلم على الزمالك. يلا نطلع فاصل سريع ونشوف
تقرير واحد كده سريعا عن المكاسب الفنية والمادية اللي بتنتظر الأهلي في مونديال الأندية، وارجع لكم تاني.